السلام عليكم خوتي اخواتي، كي دايرين؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم الباتيسري. هذا الكاطو لواحد السيده ما شاء الله 80 سنه عندها، حمات السيده اللي خدامه معايا. واو الكاطو اللي صوبت لي هذا ديال الشوكولا، ما صورتوش في البريباراسيون، مره اخرى ان شاء الله. الكيك هذا شي كوموند ديال الكيك، شو ما شاء الله هذا الكيك قداش كبير. ايوا المهم غادي نبارطاجي اليوم الجينواز. الجينواز اللي صحاباتي دائما تيطلبوا مني باش نبارطاجي لا غوسيت ديال لا جينواز. لا مونتاج ما صورتوش، درتو واحد المره فيديو، مره اخرى ان شاء الله غندير نبارطاجي فيديو ديال المونتاج ديال الكاطو. دابا غير اختصرت في المونتاج، ولكن المهم هو الطريقه ديال الجينواز غادي نقدمها اليوم بالمقادير ان شاء الله. ونتمنى ديروا هذه المقادير وهذه الطريقه ان شاء الله، وهذه المرحله بحال هكا وغادي تصدق الجينواز ديالنا. اختصرت المونتاج كما قلت لكم، مع هاد البنت يلاه كتعلم في المونتاج، داكشي علاش ماشي انا اللي طلعت هاد الكاطو، ماشي انا اللي طلعت الجينواز، ولكن المونتاج واحد البنت يلاه كتعلم. عطينا هاد تمونطي هاد الحلوه هادي. عندنا 8 ديال البيضات، 8 البيضات و 200 غرام ديال السكر. غادي نطلعوهم مزيان، غادي نطلعوهم غير السكر والبيض، وغادي نطلعوهم مزيان. غتاخذوا الوقت فاش غنطلعوا البيض عادي في ماشي في الثلاجه، غير في الحراره ديال الكوزينه ديال المطبخ. نتوما الا درتو 4 ديال البيضات غادي تنقصوا السكر، ديروا 100 غرام. الا كانت 4 البيضات 100 غرام، انا درت 8. انا غاد في الحقيقه كنديروا 16، حيت دابا لا ماشين مشغوله، ودرت هاد الباطو هادي ديال اليد، اما الاخرى راها مشغوله، داكشي علاش. غاد نطلعوا البيض مزيان، شي 10 دقائق نطلعوه، 10 دقائق. من بعد ما طلع لينا البيض مزيان، غادي نبقاو نزيدو 500 غرام. الا كانت عندنا 16، المهم هنايا 250 غرام ديال الطحين، حيت انا قلت 500 غرام حيت كندير 16 بيضه، ولكن دابا هنا عندنا 250 غرام ديال الدقيق، 200 غرام ديال السكر، و 250 غرام ديال لافارين. وغادي نبقاو نزيدو غير بشويه بشويه، ونخلطو بشويه بشويه، ما نديروش الطحين كامل في دقه، غير بشويه بشويه. بعد ما غربلناه
صافي غادي نخويها انا في غادي ندير كيكه غولي بحال قلتي هنا تيقولها سويس غول، غادي ندير سويس غول هنا فاني، درتها في اللاطه وسرحتها ونفس الطريقه، غير غادي نبدلوا المول الا كانت بحال هذيك الحلوه اللي بينت اللي غادي نشوفوها ديروا في المول داير دائري نفس الطريقه. هنا سرحت هنا في هذه اللاطه وحيت غادي نديرها كيكه، حنا كنقولوا غولي هنايا كيقول لها سويس غول. ها هي شو كي جات كيفاش رطبه ومفشفشه خاويه من الداخل، ولا درناها في المول دائري كتجي هكا كاطو صافي. وغادي نقطعوها وكنسقيوها بالسيرو وكنديروا ليها لا كريم اللي بغينا يا ديال الفاني، الا كان ديال الشوكولا كنديروا ديال الشوكولا. المره الجايه ندير معكم ديال الشوكولا ان شاء الله. جات خاويه من الداخل وطالعه ما شاء الله، طريقه سهله انكم تجربوها باش مناسبه ديال العيد ميلاد ديال وليداتكم بلا ما تحتاجوا تشريوا الحلوه، حتى نتوما حاولوا تصوبوها وخلي ما تعرفش يحاول هذا ما يقولش ما نعرفش، يحاول يصوب الحلوه لوليداته يصوبها بيديه دارو صافي ويديكوريها باش ما بغا يدي في خويا بلي هذا. المهم جات على هذا الشكل هذا. المهم هادي ما درناش ليها الديكور باقي ما صورتهاش. المهم عندنا اليوم واحد كاين عيد ديال الكريتيان ما عرفتش شنو نسيت عليه. المهم واحد العيد وكاين كوموند بزاف ديال لي كاطو، ايوا صورت هكا لي كوموند بزاف ديال لي كاطو باسكو كاين هذاك العيد ديال لي كريتيان، هذا شي كوموند. ايوا نتمنى هاد الفيديو يعجبكم وكون خفيفه ظريفه عندكم كما قالت واحد صاحبتي. المهم ديال الحلوه ديال المره الجايه ان شاء الله نصورها لكم ديال العيد ميلاد ديال السيده اللي خدامه معايا ديال حماتها ما شاء الله 80 عام 80 سنه ودارت ليها الحلوه، واخا هما كيحتفلوا بعيد ميلاد ماشي كيحتفلوا كيديروا بحال دابا كيديروا عشاء وكيديروا حلوه وكيشريو يشريو الكادو وكيحتفلوا به، هذا حتى هو كيسمى احتفال، ما كيشطحوش ما كيغنيوش ولكن كيديروا عشاء وكادو وكاطو ضروري. هذه اللي عنده الفلوس يا اللي ما عندوش، الحقيقه بانوا ليا كلهم بحال كانوا ليا عايشين مزيان وعايشين في المستوى تاعهم عايشين مزيان. استغفر الله سمحوا لي. هاد الحلوه عندنا كوموند هادي ماشي حلوه، هذاك كيك باللوز كيك ب ديرو لها لا كلاصاج ديال السكر. ومن هنا كنختم هذا الفيديو وكنقول لكم السلام عليكم لفيديو جديد ان شاء الله، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش بلي لايك وكومونتير، والسلام عليكم ورحمه الله وشكرا لكم.